استهدف مشروع الوصول إلى التعليم في الريف الحد من نسبة الأمية بين الفتيات اليمنيات بعد تدشينه في العاصمة عدن بمساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية. ويهدف المشروع إلى حصول 150 فتاة على شهادة دبلوم المعلمين في 5 مناطق ريفية بأربع محافظات يمنية من أجل المساعدة على زيادة معدلات تعليم الفتيات في الريف. رفع معدلات التحاق الطالبات في الريف بالتعليم من خلال تقليل التسرب، من خلال تأهيل معلمات في دبلوم سنتين ما بعد الثانوية، إضافة إلى أن هذا المشروع يركز على المهارات الحياتية للمشاركات مما يكسبهن مهارات عالية بحيث يستطيعن أن ينقلن هذا إلى الطالبات. أهمية المشروع هذه تكمن في أن نحن استطعنا أن ننقل التعليم العالي من المدينة إلى المناطق الريفية ونتيح فرصة أكبر للطالبات للالتحاق بالتعليم العالي. في حدثنا اليوم في تدشين مشروع الوصول معلمات للريف، وبحيث نوصل في 4 محافظات، محافظة شبوة والمهرة ولحج وحضرموت، وإن شاء الله هذا المشروع إن شاء الله راح يعني يسد احتياج الجانب التعليمي، وهو التحدي أمامنا اللي هو في موضوع اللي هو تسرب الفتيات من التعليم، بحيث أنه إحنا نخلق معلمات في هذه المحافظات الريفية ونستمر في موضوع التعليم واستمرار التعليم تجاه هذه الفئة الغالية علينا.